عندما نجي سيرفيس اون بلان ناخذ ميسر كاي مع نتعرف قبل ما نتعرف على الستراكشرز الموجوده عندي. خلينا نتعرف على ميسر كاي والجاراي الموجوده عندي بال نجي سيرفيس اون بلان. اول شيء هاي المنطقه اذا تذكروها ذاك الاسبوع ذكرناها اللي سميناها بارا سنترال لوبيول. هاي المنطقه بارا سنترال لوبيول هاي سنترال سلكس تذكرونه هاي سنترال سلكس هاي امتداده زين. هاي حوله سميناها بارا سنترال لوبيول وذكرنا انه هاي فيري فيري امبورتنت اريا ان برين because it controls the sphincters. تقول تمارين النيرف سيستم مع الانس السفنكتر يعني الكنترول ماله بهالمنطقه هاي. هذا بارا سنترال لوبيول. other main sulci and gyri in the medial surface. شوفوا هذا الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم اللي هو اللارجست كوموشنال فايبر. قلنا كوموشنال فايبر هي تايب من الوايت فايبر ماتر اللي تربط لي بين ذا تو سيربال هيمسفيرز. اكبر وحده بيناتهم هي الكوربس كالوزم. هاي هي الكوربس كالوزم أبوف أند بارالل تو الكوربس كالوزم هذا السلكس نفس الاسم كالوزال سلكس. هذا هو كالوزال سلكس. هذا سلكس سينجولي أو سينجولار سلكس. سلكس سينجولي وهذا انفيريور تو جايروس سينجولي. هذا سلكس سينجولي هذا جايروس سينجولي. هذا شوف هاي بارايتر العفو هاي بارايتر اوكسيبيتال بارايتر اوكسيبيتال فهذا سبارايتر اوكسيبيتال. شوفوا حبيبي نو وهذا امتداده بارايتر اوكسيبيتال بارايتر اوكسيبيتال بارايتر اوكسيبيتال هذا وهذا امتداده بارايتر اوكسيبيتال سلكس. هذا كالكارين سلكس. هاي جيت البوستيريور طبعا هذا كالكارين سلكس. هسه شفنا لحد هنا شفنا كوربوس كالوزم كالوزر سلكس سلكس سنجولي سنجولار جايروس Paracentral lobule, parietal occipital sulcus, calcarine sulcus. اوكي؟ بعد شو عندي بالميديال سيرفيس؟ هاي الكوربس كالوزم تربط لي الرايت مع الليفت اللي اكبر وحده من الكوموشن فايبر وليست الوحيده. يعني مو هي الوحيده قد تربط اكو هذه هذا الاخ مثلا هذا شوف هذا الابيض الاخ هذا يسمونه فورنكس ايضا هذا كوموشن فايبر هذا فورنكس. بين الكوربس كالوزم والفورنكس عندي هاي السيبتم هاي سيبتم سيبتم بيلوسيدم هاي هي سيبتم بيلوسيدم. فاذا هاي الكوربس كالوزم وهذا الابيض هو الفورنكس وهاي هي سيبتم بيلوسيدم. هاي المنطقه هاي ثلمس هاي ثلمس ثلمس موجوده بالرايت والليفت ثلمس رايت ثلمس ليفت اثنين وبيناتهم اكو كونكشن. هاي الكونكشن شوفوا شلون طلع اللي هو نسميه انتر ثلمك كونكشن او انتر ثلمك ادهيجن. فاذا هاي ثلمس جيت لخبطه ثلمس بيناتهم اكو كونكشن. اختارون هاي الهايبوثالاموس اي ستراكشر انفيريور تو الثالاموس منتج انفيريور تو الثالاموس كل هاي الستراكشر الموجوده انفيريور تو الثالاموس هي هايبوثالاموس. من ضمن الستراكشرات هسه راح نشوفها ماشي زين. هذا الثيرد فنتركل هذا موقعه هذا الثيرد فنتركل يعني اللاترال ماله صار الثالاموس. هذا هو الثيرد فنتركل. طبعا الثيرد فنتركل واحد مو مثل اللاترال ولهذا صار بين نصه يعني هسه لازم نجيب نص الاخ نطبقه حتى يصير واحد بالنص يقعد. فهذا هو الثيرد فنتركل. دكتور هاي مثلا لو نمتحن بها بالعمل يعني تحط لنا نعطيك اسم الجزء لو اسم بالضبط اي اي في التاشير هاي حط لك زنبوز يعني احط لك زنبوز يعني ايه بدي احط لك زنبوز على الثلمس على انتر ثلمك اديجين اعطيك الاسم على السلكس على الجايروس هو التاشير يعني واضح يعني يعني احط لنا على انتر ثلمك اديجين وانت كتبت لي ثلمس دخل لك غلط لا صح لا صح فهذا القصد يعني حطيت لك وانت قلت هذا فورنكس هاي سبتم بيلوسيدم شغلات واضحه ما خلنا ندير فورنكس. هذا الثيرد فنتركل والثيرد فنتركل يرتبط مع الفورث فنتركل. هاي الفورث فنتركل هذا يمكن دقيقه يمكن شوفوا هاي كان يمكن اوضح هاي بعد تطلع لي شوي واضح هاي التينت شيب هاي شوفوا التين شيب مثل الخيمه هذا الفورث فنتركل هذا الثيرد كان وهذا الفورث فنتركل الكونكشن بيناتهم اكويدكت اوف سليفيوس او يسموه سيربرال اكويدكت نفس الاسم. هذه هي الاكويدكت اوف سليفيوس فهسه سي اس اف فيجي من الثيرد من لاترال فنتركل رايت تو ليفت يصير بالثيرد فنتركل بالثيرد فنتركل عن طريق ايش؟ عن طريق انتر فنتركل فورامين اوف مورو. من الثيرد فنتركل شنو يبغى على الفورث فنتركل؟ عن طريق هاي السيربرال اكويدكت بعدين يستمر على السنترال كانال اوف سباينال كورد. طبعا بعدين من يصل الفورث فنتركل هوني قبله قبله هاي شنو هاي كورودي بلكسس
هاي شوف برتقالية مطلعة، هاي كورويد بلكسس اوف ذا ثيرد فينتريكل موجودة باللاترال بالثيرد موجودة هاي كورويد بلكسس بلاد فيسلز وعيال طلع حمراء هاي كورويد بلكسس هي قد تعمل سكريشن مال سي اس اف فيتكون ومن اللاترال فينتريكل على الثيرد فينتريكل على الفورث فينتريكل هسه وصلنا للفورث فينتريكل وبعدين وين راح يروح؟ وبيمسك سكريشن مستمر على السباينال كورد على السباينال كورد نزل على السنترال كانال عشان يرجع على نوع راح شلون يرجع يعني شلون راح يرجع على البلاز شوفوا بالروف بالروف هوني هذا الفورث فينتريكل بالروف مالته عندي اوبننجز 3 هسه بالسقف مال الفورث فينتريكل عندي ثلاث فتحات بالعربي فتحه بالميديان فتحتين باللاترال بالميديان فورامين اوف ماجندي والموجودين باللاترال اثنين فورامين اوف لوشكا فهسه بالروف مالو عندي فورامين اوف لانجندي فورامين اوف لوشكا هذول وين يفتحون على الصب اركنويد سبيس فهسه على السي اس اف من الفورث فنتركل راح يبقوا عندي على الصب اركنويد سبيس بالصب اركنويد سبيس اكو يسموها اركنويد جرانيوليشن هاي الاركنويد جرانيوليشن تعمل لي ابسوربشن وترجع لي واحد فينا صبات شفتوا السيركوليشن مالو تكون بالكورويد بلكسس ومشي هذا الطريق مالو من اللاترال على الثيرد عن طريق الفورامين اوف مونرو من الثيرد على الفورث عن طريق الانترفنتريكولار فورامين العفو الاكويدكت اوف سيريفيال اكويدكت وصل الفورث فنتريكول قسم منه وحا السنترال كانال وقسم منه المعظم يعني راح يطلع عن طريق هذول الثري فورامينا 1 فورامين اوف ماجندي و2 فورامينا اوف لوشكا يطلع على السب اركنويد سبيس ومن السب اركنويد سبيس يصب لنا ابسوربشن بالاركنويد جرانيوليشن ويرجع فينا السبلايد وهكذا يتكون ويصب هاي السلكاي والجائرات شوفوها موجودة عندي هاي الكونفوليوشن السلكاي شغلة تشبهها موجودة عندي بالسيريبلم بس شوفوا السيريبلم ما أصغر منها يعني شكبغاته واحد وانش قد صغار ما يسموهم سلكاي والجائرات فوليا يعني فوليا ما أعرف إيش بالعربي فوليا هاي الفوليا كلها هاي موجودة تشبه السلكاي والجائرات فوليا زين هوني السلكس يعني انشقاق إيش مهمه السلكس هذا الفراغ هذا الحز يعني ما له ترجمه والله لو بس ما فيش بالعربي هذا السلكه صار فتح حز والجائر اصلا ارتفاع وتصغيره بالسيربلم انه فولي فولي هاي السته هاي الشغلات شفناها هوني شوفوا هاي هاي ماكرو سكولوزا شوفوا هاي باينيري جلاند هاي باينيري جلاند باينير جلاند اللي تفرز لي ميلاتونين هاي باينير جلاند اوكي زين الجزء الاخر من المختبر عندنا الانتربيدانكولار فوسا ذاك الجروب قال انفرا تمبرال فاسا وانا ما ياخي ياخي على انفرا تمبرال فاسا بلاحظ قال لي دكتور انتربيدانكولار ولا انفرا تمبرال يابا انتربيدانكولار قال انت من بدايه لسه تقول انفرا تمبرال فاسا شوفوا الانتربيدانكولار فاسا تكون رومبويد ان شيب هاي هي هاي 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 وهاي رومبويد ان شيب ضلع ضلعين ثلاثة أربعة زين هي شلون هي ما صايغة لها صور هكذا هي ما صايغة هكذا هوريزونتال صايغة اوبليك فالانتيرير ماله ممكن يسمونه سوبيريور والبوستيرير ماله ممكن يسمونه انفيرير ولا تعرفون اختلاف بالمصادر يعني قسم منك يقول لك الانتيرير باوندري والبوستيرير باوندري قسم منهم لا سوبيريور انفيرير فاذا قريتهم بالمصلحه تعرفون ليش هذا الاختلاف صار لان هي ما عدل صايغة اوبليك فنجي انتيرير للباوندري مالي تناخ الباوندري والكونتين انتيرير اللي عندي هاي الاوبتيك كيازما هاي هي الاوبتيك كيازما اوبتيك كيازما هذا الاوبتيك نير هذا الاولفاكتوري نير هذا الاولفاكتوري هذا اوبتيك نير هاي اوبتيك كيازما انتيرو لاترالي اوبتيك تراكت هذا وهذا انتيرو لاترالي بوستيرو لاترالي هاي وهاي كروس سيليبري هذا هو دكتور انتيرو بوستيرير بالنسبه لايش؟ يعني ليش صار فجاه بوستيرير؟
غير اكو شيء بالنسبه له لا تحمل بس اوعك هاي انتيريا هاي بوستيريا ايه اشنو الحد الفاصل بيناتهم؟ ما حاجه هاي انتيريا بوستيريا هاي بوستيريا اه ايه او قلنا هاي بما انه هي هاي سوبيريا هاي ايه جزئين ايه من نفس الانبوبيت لا 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 ايه. ما فاهم هذا غير ستراكشر ايه تمام فنرجع الباوندري ماله انتيريرلي قلنا الاوبتيك كيازما انتيريرلي اند لاترالي اوبتيك تراكت بوستيريرلي اند لاترالي هاي سيريبرال بيدنكل هذه وهذا سيريبرال بيدنكل بارت اوف ذا بونز هذا سيريبرال هذا وهذا شوف هاي واحد وهاي واحد سيريبرال بيدنكل بوستيريرلي لابر بوردر اوف ذا بونز هاي هي كمان السال باوندري ماله نيجي الكونتينت ماله كونتينت ما كله موجود يعني ما كله لا هاي باوندري سنجع الكونتينت الكونتينت ماله هي بي 6 كونتينت خمسه منهم هي ريليتد تو هايبوثالاموس وواحد خارج الهايبوثالاموس فنيجي نعدل الكل او الخارج الهايبوثالاموس هو الاوكيلوموتر نيرف شوف هذا النيرف هذا 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 الاوكيلوموتر نيرف هذا النيرف هذا الاوكيلوموتر نيرف من الابر بوردر اوف بونز مبين عندي هذا واحد من الكونتينت مالته بس اوتسايد اي هذا عدد خمسه عدد خمسه اللي هي ريليت تو هايبوثالاموس نجي على الهايبوثالاموس ايش بيها الهايبوثالاموس طبعا ما كلهم موجودين ما كلهم يعني ما كنطلعهم كلتهم اول شيء عندي هذه يسموها تيوبر سيناريوم هاي هاي شفنا الاليفيشن هذا الاليفيشن هذا تيوبر سيناريوم بالتيوبر سيناريوم ايش معلق عندي عند معلق عندي انفانديبيلام بتويتر ستوك يعني يوني معلق عندي انفانديبيلام بالبتويتري فهسا اول كونتينت كان تيوبر سيناريوم ومعلق بينه الانفانديبيلام على تيوبر سيناريوم ما كنت طلعها عندي فد ايمننس مرتفع ميديان ايمننس كم يحصاوه؟ ثلاثة التيوبر سيناريوم والانفانديبيلام والميديان ايمننس بعد شو رايح داخل عندي الماملاري بوديز هذا وهذا هذا ماملاري بوديز ايه هذا ماملاري بوديز اخر كونتينت هي البوستيريور بيرفوريت سبستانس اللي تصير بوستيريور تو ذا ماملاري بوديز هاي المنطقه البوستيريور تو ذا ماملاري بوديز مثقبه يدخل منها بلاد فيسل كثير يسموها بوستيريور بيرفوريت سبستانس هذول الخمسه هي ستراكشرز ريليتد تو هايبوثالاموس واحد قال لي هاي بوستيريور هاي بوستيريور بيرفوريت سبستانس صح زين انتيريور بيرفوريت سبستانس ويني تكون انتيريور تو اوبتيك تراكت فنجي على اوبتيك تراكت انتيريور تو اوبتيك تراكت يعني بهالمنطقه هاي الانتيه بريفرنس سبستانس هسه دخلت ايدي عليها بس هاي اوتسايد انفرا تمبورال انفرا انتربيدنكولار فوس خارج الانتربيدنكولار فوس خارج باوندري فالانتيه بريفرنس سبستانس خارج الانتربيدنكولار فوس يعني هو الاسم هو على يعني هاي بوستيريور فواحد يقول لي انت قلت بوستيريور اكو انتيير اكو انتيير نعم بس تكون اوتسايد الانتربيدنكولار فوس يعني تكون انتيير لي تو ذا اوبتيك تراكت هذا كان موضوعنا لهذا اليوم تمام.